في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لسنة 358 للهجرة، انطلق صوت المؤذن من فوق مئذنة جامع الأزهر في مدينة القاهرة بمصر. ويعتبر القرن التاسع الهجري العصر الذهبي للجامع الأزهر، إذ احتل هذا الجامع مكانة مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعها، وأصبح الجامعة الأم أو الجامعة الإسلامية الكبرى. وأصبحت أمنية كل عالم من علماء المسلمين أن يحاضر في الجامع الأزهر. ومن المعروف أن العلامة الكبير ابن خلدون قدم إلى مصر عام 784 للهجرة ونال شرف التدريس فيه. واتصل ابن خلدون بكثير من العلماء والمؤرخين في مصر، وأدت اتصالاته بعلماء مصر ومؤرخيها إلى تكوين مدرسة كبيرة للدراسات التاريخية وغيرها. كما اختير العلامة التونسي محمد الخضر حسين شيخا للأزهر بعد ثورة يوليو في سنة 1371 هجريا. وفي عهده أرسل وعاظا أزهريين إلى السودان، ثم استقال منه بعد أقل من سنتين. وفي ولايته للأزهر دلالة على رفعة شأنه عند العلماء والساسة، فقد كان الأزهر أعظم مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي. في اليوم السابع من شهر رمضان سنة 596 هجريا، أصبح علاء الدين محمد خوارزم شاه سلطانا على كل إيران، مستعينا بجماعات من المقاتلين الأتراك والإيرانيين والمغول. وقد نجح في توسيع حدود دولته وبسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر. اصطدم بالمغول إبان ظهورهم على يد جنكس خان، الذي تمكن من إلحاق هزائم متوالية بالخوارزميين والاستيلاء على دولتهم. وبعد وفاة محمد خوارزم شاه خلفه ابنه جلال الدين وواصل الجهاد ضد المغول. في مثل هذا اليوم من سنة 960 للهجرة، استولى القائد البحري العثماني طرغندبيك على جزيرة كورسيكا ومدينة كاتانيا في صقلية، بعد إبادته لحاميتها وتخليصه لسبعة آلاف أسير مسلم. ثم قام بتسليم كورسيكا للفرنسيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بها طويلا أمام الإسبان الذين سيطروا عليها في نفس السنة. في مثل هذا اليوم من سنة 1917 للميلاد، وقعت القدس تحت السيطرة البريطانية لأول مرة بعد الحروب الصليبية، فقد بقيت القدس في أيدي المسلمين منذ الدولة الأيوبية. وقد تعاقبت الدول المملوكية العثمانية إلى أن أخذت تنهار الدولة العثمانية التركية. وحينها قام الشريف حسين بن علي أمير مكة المكرمة بالاتصال بهنري ماكمعون المندوب السامي البريطاني في مصر لطلب المساعدة لتخليص العالم العربي من الدولة العثمانية. فسار جيش بريطاني من مصر إلى فلسطين فتحها، ثم التقى به جيش الشريف حسن عند مدخل مدينة القدس عام 1917 للميلاد. بعد ذلك غدر البريطانيون بالشريف حسين الذي وعدوه بمملكة عربية تضم الحجاز والشام ومدينة أضنى في تركيا،
فتركوه ينشئ دولته في الحجاز فقط. أما الأراضي العربية فقد تم تقسيمها بعد طرد الأتراك بين فرنسا وإنجلترا حسب اتفاقية سايكس-بيكو. وقد صدر وعد بلفور المشؤوم الذي قضى بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بعد شهر واحد من التقسيم.